ان شاء الله هسه اليوم اول ليكتشر از اباوت اندودونتيك سيرجري. Also named surgical endodontic, we can say surgical endodontic. يعني حشوات الجذور الجراحية. حشوات الجذور الجراحية. فهو يشمل عدة أنواع وعدة تصنيفات وعدة procedures. Our lecture is about surgical endodontic or endodontic surgery. يعني حشوات مثل ما قلنا حشوات الجذور الجراحية. فكتعريف كdefinition, endodontic surgery is the management or prevention of periradicular or periapical pathosis by a surgical approach. By a surgical approach. Three main categories of surgical endodontics. يعني ثلاث تصنيفات أو three procedures. Three main categories of surgical endodontic procedures. يعني إيش تشمل الاندودونتيك سيرجري؟ تشمل أولاً periapical curettage of persistent periradicular disease. يعني نركز على كلمة persistent اللي هي يعني not curable اللي مدى تشفى اللي مدى الطيب. Periapical curettage of persistent periradicular disease, وهذا يشمل removal of root apex, يعني root section اللي نسميه episectomy, root root end section, and retrograde filling, ونخلي filling of the root canal. Retrograde يعني apex. من الأبيكس filling of root canal اللي هي retrograde filling. The second procedure هي surgical repair of root surface irregularities, including external root resorption, defects, or iatrogenic resorption. Iatrogenic يعني العفو iatrogenic perforations. يعني iatrogenic يعني with no visible cause. من ما بدون مدى نعرف شنو ال cause. Unknown perforations. يعني unknown per cause. The third type of procedures اللي هي root resection. Of posterior teeth, root resection of posterior teeth. عندنا فد نوع من أنواع ال procedures يعني نقص الروت مع multiple rooted teeth اللي هو diseased root. Root resection to remove of the posterior teeth to remove the diseased roots. ونبقي الروتس اللي هي نحافظ يعني مثلا two roots نشيل واحد منهم اللي هو diseased root ونبقي one root اللي هو suitable for further coronal restoration. طبعا هي هذه يعني بها نواحي نظرية هواية. بها نواحي نظرية هواية وتجي تشوفها بالحقيقة يعني فائدتها أقل من يعني كلفتها وأقل من تعبها أحيانا. بس هو إحنا لازم تطلعون عليها.
الديزيز توث توصل لك بصروت وتبقي روت وتسوي ابيسكتومي خاصة البوستيريور تيث وتتعب بيه اقل عرض سوي امبلانت تمام يعني توفر لك جهد وتوفر لك بس هي فد موداليتي اوف تريتمنت لازم تعرفوها بس هاي تفيدنا خاصة بالانتيريور تيث خاصة بالانتيريور تيث بالاستاتيك زون تيث تفيدنا انه نحافظ على الاسنان لازم الانتيريور تيث لازم نحافظ عليها الانتيريور تيث should be conserved يعني as much as possible فاحيانا نضطر انه نسوي هاي الاجراءات الابسكتومي السيرجيكال اندودونتيك بالانتيريور تيث تفيدنا هاي زين فالفكرة يقول الاندودونتيك تريتمنت هي جنرالي سكسسفول تريتمنت دائما يعني بصورة عامة تعطينا نتائج ناجحة however مع ذلك يقول 10 to 15% of cases السيمتومز persist تبقى الأعراض or spontaneously reoccur ترجع مرة ثانية تشمل draining fistula صار عندنا sinus و lip drain pain or mastication or incidental noting of radiolucency يعني بس من تاخذون اكس راي بالمستقبل بس ايضا نشوف الراديولوسنسي باقيه طبعا هذه معناها الدلاله على انه فيلير اوف تريتمنت فيلير اوف تريتمنت ماني فيلرز اكر يير افتر الانيشال تريتمنت يعني عاده نشوف الفيلرز إذا تابعناها وإذا صارت فيلر فهي تصير year after the treatment following root canal treatment زين if such case occur يعني إذا فيلر صار بالإندودونتيك treatment بالسيرجيكال إندودونتيك يعني سوينا سيرجيكال إندودونتيك صار عندنا فيلر فهذا راح يسوي لنا problem راح يعطينا problem خاصة إذا التوث اللي إحنا نعالجه نستفاد منه كأبوتمنت إلى prosthesis فراح يسوي لنا مشكلة هسه راح يبدي يحكي عن periapical surgery يبدي يعني يحكي عليها اللي apisectomy راح يحكي عليها الapisectomy الابسكتومي طبعا خطواتها كالاتي اولا appropriate exposure of the root and apical region لازم نحصل على exposure جيد شلون نسويها يعني نحصل لازم على exposure جيد للروت والروت والابيكال ريجن exploration of the root surface اذا نشوف to explore or to seek for fractures or other pathological conditions خاصة اذا تروما هي الكوز المين كوز يعني البيشنت من يتعرض الى تروما للتير خاصة نعرف السيرز اللي راح يصير انه من يتعرض البيشنت لتروما راح يصير ستريس على التيث راح يصير فاسكولار امبيرمنت للتيث راح بالنتيجة راح يصير شنو نكروتيك للتيث من التوث يصير نكروتيك راح يصير دنتال انفكشن ويصير بيريابيكال باثوسيس اللي احنا قلناه واحيانا طبعا فراكتشرز اوف روت نتيجه التروما فاذا الكوز هو تروما فبهيجي حاله نخلي ببالنا انه نشوف اذا اكو فراكتشرز بالروتس لانه الروت فراكتشرز لازم تتعالج زين ورما ايضا الخطوه الاخرى هي كيورتيج ورما نطلع البيريبيكال ريجن نسوي كيورتيج نشيل الابيكال تيشوز اللي هو الباثوجينيك تيشوز الجرانوليشن تيشو كله تنظفه بعدين ريسكشن اوف ذا روت ابيكس تقص شويه من الروت ابيكس وهسه راح نقول ليش نقص الروت ابيكس وبعدين نسوي ريتروجريد شويه بريبريشن وريتروجريد فولينج اوكي هذا هو الابسكتومي خطواته يعني بصوره عامه وبعدين طبعا ابروبريت فلاب كلوجر تسد الفلاب وتخيط ابروبريت فلاب كلوجر عند سوتشرنج تو بروموت perfect healing و minimize infection و gingival recision. هذا
هاي هي خطوات الابيسكتومي او شرح للابيسكتومي شلون نسويها. الانديكيشنز فور بيريتيكال سيرجري هاي مهمه. الانديكيشنز يعني شو وقت نسوي بيريتيكال سيرجري؟ اذا عندنا اولا اناتوميكال بروبلمز preventing complete debridement يعني obturation anatomical problems وسيشرحها واحدة واحدة. anatomical problems preventing يعني obturation correct والperfect obturation بالnormal root canal treatment. بالnormal root canal treatment ما نقدر نسوي perfect obturation due to anatomical problems مثل إيش؟ مثلا calcifications calcified canals زين blockage تنسد الكنالز، وإذا أكو sharp شنو curvature بالroots هاي كلها تعتبر severe root curvatures يعني كلها تعتبر شنو anatomic problems اللي تمنعنا من ال perfect obturation أو ال correct obturation. بالنتيجة إيش راح يصير؟ راح يصير continued leakage من ال periapical fluid أو من ال dental root يعني continuous leakage between the periapical area والroot فتستمر الانفكشن. هاي بالنورمال روت كانال تريتمنت فنضطر انه نسوي بيريبيكال سيرجري بيكوز اوف ذيس اناتوميكال بروبلمز اللي قلناها الكالسيفيكيشنز السيفير روت كيرفتشرز. هاي الاناتوميكال بروبلمز تمنعنا من الكوريكت والبيرفكت نورمال وكلاسيك روت كانال تريتمنت ما نقدر نسويها بيكوز اوف ذيس اناتوميكال بروبلمز. لذلك نلجا لمن؟ للبيريبيكال سيرجري. Restorative considerations يعني اعتبارات من from the restorative point of view. Restorative considerations that compromise treatment أيضا تثبط يعني العلاج. مثل إيش؟ مثلا restorative considerations مثال ذلك هو خاصة failed treatment يعني failed root canal treatment failure of root canal treatment of a tooth treated with post anchor. دائما يصير عندنا high percentage of root canal failure for teeth اللي هي treated with post anchor يعني tooth متعالج root canal treatment وخليله post anchor وصار failure of root canal treatment. فبهيجي حالة ايضا نلجأ للإندودونتيك سيرجري. كذلك مثلا إذا كان الأكسس through a restoration يعني هو tooth be restoration tooth be filling وصعب تفتحها من الفيلينج أو مثلا مغطى بكراون ويحتاج شنو يحتاج إندو فصعب تحفر الكراون أو صعب تشيل الكراون. إذا شلت الكراون يجوز الريستوريشن كلها تنقلع وياه وتفركتشر. فبدال ما تسوي normal root canal treatment تفتحها من الأبيكس وتسوي retrograde filling وانت راح تحافظ على الكراون الموجود وتحافظ على الفيلينج ما تلعب بها يعني الخارجية. واضحة الفكرة إن شاء الله. والنوع الثالث العفو الانديكيشن الثالث هو horizontal root canal fracture. horizontal root fracture العفو horizontal root fracture يعني the fracture of root بالhorizontal section وذا بيكون نكروسيس. طبعا هذا كنا از ريزلت اوف تروما بهيك حاله قلنا اكسبوجر اوف فراكشر روت اريا والفراكشر بيسز شود بي ريموفد زين. وبعدين نسوي التريتمنت اوف روت كانال فروم ذا كورونال بورشن يعني الفراكشر روت البيس نشيلها طبعا هم كيورتيج ونشيل الجرانيليشن تيشو وان انفكتد تيشو ونسوي root canal from the coronal portion. قلنا irretrievable material preventing root canal treatment or retreatment مثل ايش؟ مثال ذلك broken instruments يعني اذا صير واحد كان يسوي root canal normal وانكسر الفايل وبقت broken piece جوا. broken instruments قلنا مثل ما قلنا segments of posts other foreign bodies كلها هذه يعني صارت انحشرت جوا بالروت كانال
وما نقدر نشيلها طبعا من ينكسر الفايل او بيس اوف بايل بعد شلون نطلعها، فايضا هذا في الانديكيشن اندودونتك سيرجري. وبروسيجر ايرورز ديورينج تريتمنت مثال ذلك اوفر اندودونتك، قلنا اوفر روت كانال تريتمنت، يعني مثال ذلك مثلا جت بيرك تسويها اوفر تطلع من الابيكس تروح للبريفيكال تيشو يعني اي لان هاي شويه تكون ريتابل تسوي روتيشن للبريفيكال اريا صح. وايضا هنا الريتريتمنت مالتها صعبه شلون تشيل الزياده، فالا تفتح الباب وتسوي اكسبوجر للابيكس وتشيل الزياده وتسوي اندودونتيك سيرجري. اوكي وبالحقيقه هو اهم انديكيشن للاندودونتيك سيرجري يعني للابيسكتومي هو اخر نقطه هو هذا الانديكيشن الحقيقي للاندودونتيك سيرجري اللي هو اللارج فري ابيكال ليزنز that do not resolve root canal. هو هذا الحقيقة الانديكيشن الحقيقي يعني tooth be periapical lesion زين large periapical lesion سويت له root canal treatment بقت الليجن not resolved for a cause or another continuous leakage اكو اكزيلا اكسسوري كانالز نوت فيزبل الروت كانال تريتمنت ما تسوي لنا كومبليت سيل. المهم النتيجه انه لارج بيريفيكال ليجن داز نوت ريزولف تبقى بيريفيكال ليجن هو هذا الانديكيشن الحقيقي فور اندودونتيك سيرجري وعاده يكون لارج يعني لارجر ذان 1 سي ام ان دايمتر عاده سنتيمتر أو مور دايمتر بالأكس راي نشوف القطر مالتها تقريبا 1 سي ام بريبيكال ليجن ريدوسنسي 1 سي ام أو مور هاي عادة هو إنديكيشن فور إندودونتيك سيرجن هو هذا السبب الحقيقي والرئيسي يعني. زين هذا طبعا هو يقول في رأيي انه it is important to tell the patient يعني من المهم ان تخبر المريض انه الاندودونتيك سيرجري هي بالحقيقة exploratory in nature يعني احنا تقول للمريض احنا نفتح ونشوف وعلى ضوء ما نشوف راح نقرر العلاج يعني احيانا for example انه يعني maybe you decide during the operation انت فتحت فلاب وهذا maybe decision will be extraction of the root during the operation يعني ما تعطي معناته فد جارنتي للمريض وهذا القصد انه هي exploratory in nature انه احنا نفتح ونشوف وعلى ضوء ما نشوف نقرر ايش راح نسوي ولذلك هو قلت لك يعني فد العمليه هي فد يعني مو معقده بيها فوائد ومضار واحيانا مضارها اكثر من فوائدها على كل هاي شرحناها كل النقاط الاناتوميك بروبلمز والريستوريتيف كونسيدريشن شرحتكم عليها هورزونتال روت فراكشر قلنا اذا اكو هورزونتال روت فراكشر وبروكن انسترومنتس وبروسيجرال ايرورز اللي هي مثلا اوفر فيل ولارج ان ريزولف روت كانال تريتمنت زين بس عندنا الكونترا اندكيشنز للبريفيكال سيرجري يعني للاندودونتيك سيرجري ايضا نشرحها واحده واحده اولا ايضا اناتوميك فاكتورز يعني الاناتوميك فاكتورز هي اندكيشن وكونترا اندكيشن بس كل واحده من وجهه نظر معينه اناتوميك بروبلمز ماي بي اندكيشن صحيح نعم. اذا قلنا سيفير روت كيرفتشرز اذا قلنا كالسيفايد كانال بلوك كانال ما نقدر نسوي روت كانال عاديه فنضطر نسوي اندودونتي ولكن في نفس الوقت ايضا عندنا شنو يعني كونترا انديكيشن انكسسبل روت اند يعني ما نقدر نوصل للروت اند ليش ما نقدر نوصل للروت ابيكس لماذا؟ تجاه كيف تجاه المنطقة اللي يكون يعني؟ لا مثلاً أسرحكي لك عليها مثلاً يكون قريبة من normal structures يعني مثلاً قريبة من maxillary sinus قريبة من
inferior dental nerve وأكثر هو راح يذكرها أيضا. زين هاي أولا. فلوكال anatomic factors هي أيضا could be شنو contraindication في نفس الوقت، بمعنى أنه root end is not accessible، يعني inaccessible root end، ما نقدر نوصل للroot end surgically، ما نقدر نوصل للroot end surgically. أهم contraindication هو tooth with inadequate periodontal support، يعني mobile tooth periodontal disease، يعني mobile tooth periodontal disease هو tooth ده يتحرك، أنت شلون تستعلى ثلاب وتشيل إن وتشيل الروت end، هو tooth mobile، فهذا لو تقلع لو شنو لو سوي له فت periodontal treatment تحاول إنه شنو تحافظ عليه. tooth with a vertical root fracture هناك عندنا الانديكيشن horizontal اللي هو الانديكيشن شنو هاي تركزون عليه، يعني هذا في السؤال واضح بالام سي كيو يجيك واضح يجي سؤال يقول لك الانديكيشن مالتيبل تشويس root horizontal vertical ما ادري شنو الانديكيشن ياهو تختار horizontal واذا قال لك contraindication horizontal vertical ما ادري شنو تختار الvertical vertical root fracture هذا contraindication للإندوتوميك سيرجري وهو بحقيقة إنديكيشن راح يكون للإكستراكشن من يكون vertical. uncooperative patient طبعا هذا واضح، يعني المريض غير متعاون ويخاف ويتألم وعنده low pain threshold. شو يعني low pain threshold؟ بسرعة يتوجع اكو high pain threshold و low pain threshold و anxious وخايف وما عنده ثقة ومتردد، هذا كله يسموه شنو؟ هو بيحقق هذا فدي بروبلم كبيرة تواجهها بالعيادة. من بعدين إن شاء الله تبون تشتغلون يجيك مريض خايف ومتردد وما يعرف ليش جاي، يعني بعدين بس تطيع أنستيزيا تطيع أنستيزيا وشوية مثلا يشعر بتشكه مال الأمر بعد شو يقول لك والله دكتور أنا جابني إنه ما أدري ما جاي تورطت أنا جيت، فهذا مزعج للمريض وتعبكم وش نقلكم. هذا uncooperative patient. أكو عن بالعكس أكو يجي مريض مت oriented ويعرف إيش بيصير مساع، يعني كلش cooperative. زين وطبعا ال compromised history medical history يعني patients اللي عندهم medical conditions ischemic heart disease uncontrolled hypertension uncontrolled diabetes لا اللي ما يتحملون. والتوث is unrestorable from the coronal part، يعني انت شنو الفايدة انه تصلح البيريابيكال باثوسيس او تريت ذا بيريابيكال باثوجينيسيس والكرون ما بي او ما تفيد حتى، يعني شنو الفايدة؟ يعني باقي بس ريتيند روت مثلا وتسوي له ابيسكتومي؟ لا. وطبعا inexperienced operator يعني اللي ما متخصص وما شاء الله. زين important considerations يعني اكو فد نقاط معينه لازم تخلوها ببالكم من تسوون الاندودونتيك سيرجري. طبعا هو الدكتور عدي الله يسلمه مجرد يطلع عناوين من كيف، يعني important considerations بعدين ما ادري شو يقول مجرد بس يريد يحكي، بس هي لازم احنا نقولها. المهم يعني important considerations in periapical surgery يعني اكو نقاط معينه لازم نخلوها ببالكم، بس هي بصراحة مهمة هاي الجملة إنه when you decide to do endodontic surgery when you decide or when you put endodontic surgery as one of the choices for treatment من تخليها بالك أكو نقطة مهمة you should identify the cause of failure of a previous مثلا root canal treatment. مثلا جاك مريض احنا مو قلنا أهم نقطة إنه unresolved periapical lesion يعني مريض مسوي root canal treatment والperapical lesion شنو does not resolve مو صحيح؟ مو قلنا هذا أهم indication. فأهم نقطة you should identify the cause of failure، لازم تعرف شنو سبب failure من the previous root canal treatment. When you identify the cause من تعرف the cause of failure then you would be able to put an appropriate treatment plan. يعني من تعرف the cause of failure انت راح تكون قادر على وضع خطة علاج صحيحة. اذا انت الكوز ما تعرفه
راح تعرف تخلي خطة علاج. هاي نقطة مهمة. You should identify the cause of failure of a previous root canal treatment, and only after this you would be able to put a correct treatment plan. Okay, then. Also, you should put in mind. You should put in mind. يعني لازم تخلي بالك. The root canal treatment is perfect. The ordinary root canal treatment. يعني you should put in mind that ordinary, correct, perfect root canal treatment usually would cure all peripheral lesions. يعني إذا أنت سويت root canal treatment صحيحة ما نحتاج نسوي endodontic surgery أبداً. وهذا يشمل كل أنواع البيريبيكال باثوسيس whether it is granulomas or cystic. حتى لو عندنا بيريبيكال سيست صغيرة سيست مو granuloma. وسبع بعدين من نجي على السيست راح أشرح لكم شنو معنات سيست وشنو الباثوجينيسيس of the cyst شلون يصير السيست. حتى السيست could be resolved إذا سويت correct root canal treatment. بس أكو أحياناً قلنا عوامل تمنعنا ما نقدر يعني نتجاوزها ما نقدر تخلينا نسوي correct root canal treatment مثل قلنا anatomical شنو problems إذا كان severe cavities مو صحيح. أكو عوامل تضطرنا وتجبرنا إنه نروح للendodontic surgery. زين قلنا هنا other important consideration أخرى نقاط أخرى تخليها لازم ببالك when you perform endodontic surgery you should restore important structures اللي هي maxillary sinus والmental nerve. هذول لازم تخليهم ببالك انه تحافظ عليهم لان maxillary sinus اذا تسويت يعني episectomy or endodontic surgery بالأبر posterior teeth بالأبر posterior teeth طبعا يعني انا ما شايف واحد يسوي endodontic surgery للأبر posterior teeth يعني يسوي episectomy للmolars بس مع ذلك هو من الناحية موجودة ما اقول لك موجود اكو شيء. إذا قررت تسوي endodontic surgery upper posterior teeth المجزلر sinus should be protected. لازم تدير بالك على المجزلري sinus. مع ذلك يقول إذا انفتح المجزلري sinus إذا المجزلري sinus انفتح إذا المجزلري sinus was opened during surgery endodontic surgery وفعلا أنا شايفها مو بالإندودونسلر زي شايفها بالإمبلانت. If the maxillary sinus was opened during the endodontic surgery, this is neither يعني neither unusual nor dangerous يعني هو مو فد شيء غريب ولا خطر. لكن شنو المهم إنه caution لازم تتخذ تكون حذر إنه not introduce foreign objects or foreign bodies للmaxillary sinus. يعني إذا فتح المaxillary sinus مو في المشكلة لكنه في نفس الوقت تكون حذر انه ما تفوت او ما تدفع foreign bodies materials debris tissue debris infected tissues كل هاي تكون حذر انه ما تندفع through هاي opening الفتحة للmaxillary sinus. واضح الامور pieces of roots هي هاي المشكلة اذا بس يفوت foreign body وخاصة root يعني fractured root او شيء او piece of root إذا فات للمجزلر سينس راح يسوي لنا سيفير سينس انفكشن. زين طبعا إذا مجزلر سينس واز اوبن هذا كان بي تريتد سمبلي انه باي ايميديت كلوجر ووتر تايت سيل كلوجر وذ كوركت لاب ديزاين وحده وسمبل انستركشنز للمريض تقول له نوت بلو يعني اي ثرو ذا نوز فور 2 تو 3 ويكس ما يعطس بقوه ما يتمخط بقوه وطبعا اندر انتي بايتيك كفرج وهذا فد شيء واضح ومعروف ان شاء الله. زين بنفس الوقت مثل ما قلنا نحافظ على المجزلر ساينس also we should
try to avoid mechanical injury للinferior alveolar nerve ومental nerve بالنسبة للower teeth. لأن هذه إذا اشتغلنا باللower teeth also we should try to protect الinferior alveolar nerve والmental nerve. طبعا دول sensory nerves أكيد. وإذا sensory nerve injured إيش راح يصير؟ paralysis. نعم. sensory. أي. numbness أو paralysis. لا paralysis للmotor nerves. بس sensory numbness. numbness. اللي هي paresthesia. أو anesthesia. paresthesia شنو معنى في paresthesia؟ تنمر مؤقت. لا. الparesthesia هي partial loss of sensation. الanesthesia هي complete loss of sensation. زين. بالنسبة للماوث مزعج للمريض يكون. الأنستيزيا والبارستيزيا وبها فد نوع من السكويلة المضرة من يصير numbness complete يعني permanent non-parastيزيا أو permanent anesthesia. دائما المريض يشعر خطية اللور لب مالته خدرانة ويكون فد bothering condition كلش فد حالة مزعجة للمريض وبعدين من يصير complete من يصير loss of sensation بعد يقوم تتعرض لتروما هو ما يحس نعم ويصير عنده تروما يعاقب يعني عافية بالضبط فصير ulceration ما ulceration فبالنسبة للماوث مزعجة انه هذا الكونديشن من يصير injury للانفيرير الفيولر نيرف او للمنتال نيرف طبعا اكو نقطة اخرى اللي هي من ضمن الconsiderations لازم تخليها ببالك يقول انه teeth with short roots أو very short roots teeth يعني الروس مالتها short راح تكون هاي teeth with very short roots will have little bone support لأنه bone support راح يغطيها قليل وانت راح تسوي لها بعد episectomy بس زايد راح تقلل من length مال الروت صحيح؟ هي short وانت تقص من الروت apex بعد راح تقلل من support فهذا أيضا يعني قريب من الكونترا انديكيشن بس هو ما خالها من ضمن الكونترا انديكيشن خالها من ضمن الكونسيدريشن اللي تخليها ببالك انه قد يجيك امسكيو مثلا يقول لك تيث with very short roots suitable for endodontic surgery true or false بالضبط الكوز السؤال الاخر مثلا جورا امسكيو متعلق هو تكمل السؤال الاول يقول لك الكوز of the previous function اللي هي unsuitable ممكن كتبت خطا ليش خطا ليش not suitable because unsupported minimal bone support شو تقول له minimal تختار الفقرة اللي تقول minimal bone support هاي شيء يعني عليكم تنتبهون على الجملة زين خالك عنوان الاخر هسه مثل ليش قلناهم considerations تخليها ببالك هسه خالك عنوان الاخر factors عوامل associated with the success and failures يعني عوامل اللي تصاحب النجاح والفشل من endodontic surgery. شوف هو فد عنوان عريض يقول the success rate of periapical surgery نسبة نجاح endodontic surgery أو periapical surgery ranges from 25% إلى 99% ماكو شيء يعني فد شيء وايد يعني فد فقرة مهلهلة يعني ما بيها شنو من 25 إلى 99 هو طبعا مو من عنده جاب الحكي بس هو نتيجة هذا كلها دليل على انه هاي الاندودونتك سيرجري هي بيها نواحي نظرية اكثر من العملية بيها نواحي نظرية اكثر من العملية ويعني انت من قلت لك يعني من الناحية العملية تيجي تقرر تقلع السن تقلع السن تقول اقلع لك ونسوي لك امبلانت نسوي لك بريدج مثلا قلنا بس فقط تفيدنا بالاستاتيك زون تحافظ اي يعني ضرورية فشنو vary from 25 to 90% يعني هذا شيء غريب نوعا ما زين ان الفيلر ريت هسه بدي احكي على الفيلر ريت مال endodontic surgery يعني الفيلر ريت مال endodontic surgery يصير عندنا فيلر ريت of endodontic surgery بالريسيرجري يعني بالريتريتمنت يعني انت مثلا سويت له اندودونتك سيرجري صارت مشكله وفيلر اذا تيجي تسوي مره ثانيه اندودونتك سيرجري بنفس التوث راح طبعا يصير به نسبه فيلر عاليه يعني اذا هو متى بالاول مره ما دبرتها راح تدبرها بالثاني مره
والسيرجري هاي مبدا يعني معروف، السيرجري من تتكرر لنفس البروبلم نفس الاورجان نفس الريجن، يعني بنفس الريجن تسوي سيرجري ونفس الستراكشر تسوي له سيرجري اكثر من مره، راح تزداد نسبه الفشل والكومبليكيشنز والديفيكولتي اوف اوبريشن. الديفيكولتي اوف اوبريشن يعني هي مثلا بيريبيكال اندودونتكس، يعني خلينا نقول ابسكتومي سويتها للابر سنتر مثلا اول مره صار فيلر، تريد تسويها مره ثانيه لنفس السن راح تكون اصعب من الناحيه العمليه التكنيكال، راح تواجه صعوبه اكثر لاسباب هسه نشرحها. ونسبه الفيلر ريت راح تزيد من تريد تكررها، فهمت شلون؟ هذا يعني. وده يقول كذلك الفيلر ريت تكون اكثر من الليجن تكون لارج. بس ماشي بالحاسب. من الليجن البريبيكال اساسا هي لارج. من الليجن هي لارج. ايضا راح نواجه نسبة فيلر عالية. يعني من البريبيكال ليجن لارج راح نواجه نسبة فيلر عالية. من تكون الفوليوم مال الليجن أبف 50 كيوبيك مليمتر، يعني أكثر من نصف سنتيمتر إن دايمتر، أكثر من نصف سنتيمتر إن دايمتر، هذا حجمها، يعني حجمها نصف سنتيمتر إن دايمتر، يعني نقدر نقول 1 cm إن دايمتر. من تقيسها كل ما تكبر الليجن طبعا راح أولا هي نفسها بالحقيقة إنديكيشن تذكرون إحنا قلنا، بس في نفس الوقت هي راح مهما كبرت الليجن كل ما تكبر هي تزيد لنا نسبة الفيلر ريت. ليش؟ لأن الانفكشن الانفكتد تيشو يكون مور، لازم كله تشيله، أحيانا تبقى دابريز ما تقدر تشيله أو ما تباوعها أو تغفل عنها، واي عوامل، هو هذا أهم سبب. السكسس شلون نحصل على سكسس يعني، أو الفاكتورز اللي اسوشيتد وذ سكسس البري اوبراتيف بوست اوبراتيف، بس هنا نقاط حلوه يعني ما نطول بيها. دنس اورثو جريد فيل يعني الفيلنج ماتيريال اللي نستخدمها بالريترو جريد فيلنج تكون دنس ونوعيه جيده. هيلث بيريودنتال تيشو هاي امشي قلناها، هيلث بيريودنتال ستيتس مو قلنا اذا مو موبايل ان اصلا اذا موبايل هو كونترا انديكيشن لازم نحصل على هيلثي بيريودنتال ستيتس لسببين. أولاً health periodontal status have good support يكون. ثانياً ال periodontal membrane أو tissues أو ligaments هي فد large focus أو large فد يعني potential needs for infection. فإذا أبيها infection يعني ما راح نقدر نسيطر على infection. ننظف periapical بس هي راح يصير transmission من ال periodontal ligament وترجع السر. بس إذا health periodontal status إحنا راح نأمن هذا الجانب وراح يساعدنا على نجاح ال endodontic surgery. وno dehiscence شنو dehiscence؟ هذا تشقق. يعني تفتح السجن تسوي عملية وتخيط وبعدين تكمل خيط ينفتح الوند. إذا خيطت وانفتح الوند ورا يوم يومين هذا يسموه دهسنس. من ينفتح الوند يسموه دهسنس لأسباب، مثلا السوتشر مالتك مو زين، الخيط مالتك نوعية رديئة، كلها صينية هسه ما شاء الله زين، نوعية الخيط رديئة، التكنيك اوف سوتشرينج مالتك مو زين، الفلاب مالتك الديزاين مو زين، صار سوتشر اندر تنشن يسموه، هذه كلها وانفكشن هاي كلها و unsupported bone يعني الفلاب على healthy bone هاي كلها factors خليها ببالك ويسوي فلاب correct flap design أولاً correct flap design correct suturing technique يعني suturing بي تكنيكات هواية suitable suture material from the type يعني from the point of view of the type of the material وكذلك
الدايمنشنز اوف السوتشر لان السوتشرات بها قياسات. نعم. هاي وحده. وقلنا البون شنو؟ اكسكلوجن اوف انفكشن لازم ماكو ما تبقى اي انفكشن. Good oral hygiene, good instruction. For healthy, the flap should be supported by healthy bone. إذا الفلاب جوا pathogenic bone or missing bone, يعني الفلاب should be sutured on healthy bone. من تخيط الفلاب جوا شنو؟ Healthy bone. Healthy bone. إذا ماكو جوا الفلاب bone, أو إذا أكو bone بس pathogenic يعني diseased bone, infected bone. راح يصير dehiscence هو الwound ينفتح يعني opening of the wound after suturing هذا يسموه dehiscence وشرحت لكم the causes وأدكوت crown to root ratio اللي قلنا هناك نفس هاي النقطة هو اللي يكررها هناك قلنا اللي short roots not suitable قال خالها not suitable لأنه راح يصير minimal bone support فإذا نحصل success لازم عندنا أدكوت crown to root ratio معناته but suitable root length مو صحيح؟ زين أكثر teeth بيها success rate يعني وين نحصل هذه success rates نحصلها بالmaxillary incisors وذلك قلت لك إيه دائما الأبر incisors خاصة المaxillary incisors حتى lateral حتى canine بس الكنان difficult لأنه long root. المهم المجزلر incisors هي حصل فيها high success rate. والميجيوبوكال root ميجيوبوكال root of the maxillary molars إذا أريد تسوي endodontic surgery للposterior teeth. هاي كلها preoperative factors للsuccess. Postoperative factors للsuccess. يعني شلون نشوف انه نتاكد صار سكسس بوست اوبراتيفلي نشوف انه بون فورميشن بالراديوغراف نشوف انه من تاخذ راديوغراف ورا شهر شهرين تشوف ايفيدنس اوف بون فورميشن بون فيل ديد البون يتكون ديتروس ليجن زين ريزولوشن اوف سيمتومز شلون تعرف انه نجحت العمليه راحت السيمتومز اللي هي البين خاصه البين ريزولوشن اوف بين واذر سيمتومز إذا كانت أكو sinus attracted ذنب abscess وما abscess تختفي وإذا كانت أكو foot mobility قليلة وقلت الموبيلتي هاي كلها signs of success post operatively يجي على الفيلر البري operatively شنو اللي يأثرنا عليها إذا أكو fractures يعني الفراكشرات حتى الهوريزونتال فراكشر هي صح indication للإندودونتيك سيرجري بس هي يعني higher percentage of failure بالإندودونتيك سيرجري if there is root fracture زين إذا ما عندنا فد orthograde falling material good orthograde falling material يعني تستخدم bad type قبل كانوا يستخدمون الملقم نفسه بس الميركوري نسبة الميركوري تختلف عن الأملقم اللي نستخدمها بالنورمال كافيتيز نفس الملقم بس يغيرون نسبة الميركوري وهذه فد بعد يعني زين مارجنال ليكيج اوف كراون اور بوست احنا قلنا هذا الكراون اور بوست هو فد مشكلة ايضا يسبب لنا فايلر نفس البري بور بريودنتال كونديشن اللي هذا كله دا يكررها البريودنتال كونديشن اذا بور ايضا زايد لنا فايلر يعني قلنا needles of infection مو صحيح؟ وإذا أكو post العفو perforation نفس البوست اللي خلوه whether it is يعني plastic post or سكرو metal سكرو شايفين اللي خلوه سكرو بالكراون بالإندودونتي يفوته مثلا أحيانا يعني يسوي insertion بحيث يسوي perforation للbifurcation area يعني يسوي perforation للcrown fight jaw يعني يسوي perforation فهذه كلها شنو causes of failure أكثر teeth يصير بها failure هي incisors المندبيلا incisors difficult
البوست اوبراتيف فاكتورز شلون تعرف انه صار فيلر بوست اوبراتيفلي؟ ماكو بون فورميشن، هناكو بون فورميشن، هنا أنا ماكو بون. تاخذ اكساي تشوف راديو ليسنسي بعدها، السيمتومز موجوده مستمره معناته فيلر اوف تريتمنت. زين، او ذاكو فيستشيلا، يعني ظلت بيرزستنت فيستشيلا، بيرزستنت دريننج فيستشيلا، هاي بينها. يعني اذا البين استمر، اذا فيستشيلا استمرت وظلت دريننج، واذا باي راديوغراف شفت انه ماكو بون فورميشن، كل هذه معناته فيلرز بوست اوبراتيفلي، معناته هذا انه التريتمنت مالتك لا سمح الله فشلت. زين، يجي على الايمجينج. الايمجينج مالته يعني من تريد تاخذ ايمجينج، طبعا ايش تاخذ بري اوبراتيفلي؟ الايمجينج يعني الاكس راي، راديوغرافيك اكس راي مهمه. ليش؟ لانه هيلب اس ان ذا اسسمنت اوف نمبر لينث وشيب اوف ذا روتس. تعرف النمبر اوف ذا بوستيريتي، تشوف كم روت بيه، وتشوف الشيب اوف ذا روت ايضا. زين، وتشوف اللينث مال الروت، وكذلك الريليشن of roots اللي انت تريد تعالجها neighboring structures، اذا قريبه عن maxillary sinus، قريبه عن mental foramen، قريبه عن inferior dental nerve، تطيف فكره هل هي قريبه او بعيده حتى تتخذ اجراءاتك واحتياطاتك. طبعا يقول لك ال conventional radiography تعطينا two dimensional image معروفه، يعني periapical radiography، صحيح؟ two dimensional image. فأحيانا it does not give us a precise picture or a precise information. It does not give us a precise information about the relation of the root to the neighboring structures. يعني هي two dimensional image. فأحيانا ما تعطينا صورة واضحة ودقيقة عن علاقة الroots to neighboring structures. يعني هي two dimensional image. طبعا هذا تعتمد على experience of the dentist. Experience of the dentist. إذا هو عنده experience حتى بال two dimensional image راح يعرف the information، وراح يعرف the sinus، the maxillary sinus or the inferior dental nerve قريبة أو بعيدة. هاي تعتمد على خبرة the dentist حتى بال periapical radiograph. The more precise image هو شنو؟ طبعا قايل شنو هو the more precise image؟ CBCT. شنو هو CBCT؟ Computed tomography. هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن CT scan بالضبط، اللي هو الكومبيم CT. كومبيم CT هو CT scan بس لكنه for dental شنو purposes. هذا يعطيك dimensions بالملي، يعطيك قياسات، يعني راح يطلع لك المسافة بين الروت والساينوس مثلا 5 ملي مضبوط. طبعا هذا هو يعني راح حتى الأعمى راح يقوده، ما يحتاج خبرة وما يحتاج، راح يعني راح يتساوى الخبير وما وعديم الخبرة، بس لكنه مكلف طبعا. الكوميون سيتي يجي على السيرجيكال بروسيجرز، يحكي السيرجيكال بروسيجرز. زين، أهم يقول أول شيء بروفيلاكتيك أنتيبايتيك. طبعا أنا بصراحة ما سامع بالبروفيلاكتيك أنتيبايتيك ينطي بلا بسكتومي. ليش يعني؟ يعني ليش؟ ما يحت يعني بروفلاكتي يعني قبل العملية تطلع انتباهتك. خاف انفكشن أو فتشيم السيست جيمج. يعني؟ يعني إذا أكو سيست قد يصير انفكشن. أي مو أنت راح تنظف السيست، غير راح تفتح وتنظف الانفكشن وتشيله، وبعدين ما راح تكمل تطلع انتباهتك. هو قال أنت بروفلاكتيك انتباهتك. المهم، طبعا هو شنو قصد من البروفيلاكتيك انتيبايتيك؟ اكيد تو مينيمايز ذا ريسك اوف انفكشن، يعني اكيد. بس هو يعني انا قصدي من الناحيه العمليه، من نعطي كنا بروفيلاكتيك انتيبايتيك؟ احنا يعني قبل العمليه تعطي انتيبايتيك وبعدين تشتغل؟ لا، ورا ما نشتغل نعطي انتيبايتيك. المهم هو قايل بروفيلاكتيك انتيبايتيك تو مينيمايز ذا ريسك اوف انفكشن، تو مينيمايز ذا ريسك اوف انفكشن. قايل انتيبايتيك بنسلين في 2 grams preoperatively or clindamycin 600 milligram. Penicillin V 2 grams postoperatively يعني يشبه البروفيلاكتيك انتيبايتيك مال الاندوكارديتس. تذكروها؟ ما من يجيك مريض عنده اندوكارديتس تذكرون الرجيم مالته؟
لك ماذا مرض عندك وصف رابع؟ من يجيك مريض عنده إندوكاردايتس أو بروستاتيك هارد فالف أو فالف إنكومبتنس يعني تهدد بالصمامات كلها هارت بروبلمز. تطيب بروفيلاكتيك أنتيبايتيك اللي هو 2 جرامز 1 أور بريوبراتيفلي يعني 4 كبسولات أم 500 أربع كبسولات أم 500 يبلعها مرة واحدة ونور بروبرتيبلي هذا هو شنو؟ بروفيلاكتيك هو نفسه قاعد له هناك على كل السيرجيكال أكسس يعني شلون توصله؟ قاعد اكو سيميليونر فلاب طبعا هذا السيميليونر فلاب ما حد يستخدمه السيميليونر فلاب اكو فاسكولار اللي هو يعني ال الفستيبولار فلاب سيميليونر فلاب بمضار طبعا انه وين هذا البليست السيميليونر في مكانه وين يكون بالشنو النون اتاج جنجيفا النون اتاج جنجيفا او نون كاراتينايز جنجيفا السيميليونر فلاب النون اتاج نون كاراتينايز جنجيفا فهذه تكون دائما موفابل ديورينج الماستيكيشن لانه نون اتاج نون كاراتينايز movable constant يعني constantly دائما بصوره دائما مستمره movable moving during normal oral function during mastication فهذا it will slower الهيلينج مالته يكون slower لانه دائما يتحرك و high risk of infection و discomfort للpatient هذا السيميليونر فلاب لذلك ما نستخدمه rarely يستخدم اللي هو اكثر شيء يستخدموه هو السيركولار فلاب يعني الفستيبولار فلاب هذا بالعكس طبعا هذا هو فول ميوكوبريوسل فلاب هذا بالعكس هذا يكون البليس مال التسايت بالاتاش جنجيفا الكيراتينايز جنجيفا اللي هي شنو نوت موفابل ما تتحرك ولذلك الهيلينج مال تيكون سكسس فاست مينيمال ريسك اوف انفكشن مينيمال ريسك اوف ووند هيسنس لانه ما يتحرك ومور كومفورت للمريض زين هذا هو السيركولار فلاب هسه عندكم نوعين من الفلابات سيميليونر فلاب والسيركولار فلاب وعرفتوا يا اخو المفيد تمام ان شاء الله يحكي على الانستيزيا بعدين طبعا الانستيزيا اي حكي يعني انا اعطيتكم اهم نقاط اهم نقطتين يعني سيميليونر فلاب شنو الديس ادفانتج مالته وال سيركولار فلاب شنو الادفانتج مالته الانستيزيا طبعا هي الانستيزيا تعرفون انه بالابر هي انفلتريشن وباللور هي شنو بلوك يحكي عن التايب اوف انستيزيا يعني الماتيريال مال الانستيزيا ايجنت طبعا يقول لازم احنا نحصل لونج اكتنج انستيزيا تستمر لفتره طويله لان الاوبريشن تطول تقريبا ساعه يعني معدلها ساعه يجوز اكثر من ساعه هنا لونج اكتنج انستيزيا انستاتيك ايجنت لازم نحصله حتى المريض يكون مرتاح وما يتوجع اثناء العمليه بيوبيفاكين يعني هاي فد نوع من انواع الانستيزيا مثل ليدوكين زايلوكين والتتراكين اكو بيوبيفاكين طبعا هم اكو يعني احنا بالاسواق 5.5% with epinephrine 1 الى 200,000 has been shown to give long acting action long acting action لكن هذه بيها disadvantage للبيوبيفاكين الادفانتج مالتها انه long acting action الديسادفانتج مال بيوبيفاكين هاي الديسادفانتج مال بيوبيفاكين انه do not diffuse well ما تنتشر well بشكل جيد do not diffuse well هنا do not diffuse well through the tissue because do not diffuse well through the tissues لانه highly protein bound do not diffuse well with tissues ما تنتشر بشكل جيد بالsoft tissues because it has highly protein bound لذلك الافكتفنس مالتها بالانفلتريشن تكون قليله الانفلتريشن انت تعطيها بالتيشو
تنتشر في السوفت تيشوز بعدين تنتشر في البون نفسه اللي هو ماكسيلاري سبونج بون الى ان توصل للروتس وللنيرفز. يعني هي في الديفيوجن تنتشر فهاي نوت ديفيوزور فبالانفلتريشن مالتها شنو مو كلش فعاله لكنه فعاله بالبلوك فعاله فقط وين بالبلوك. زين يجي هسه يحكي عليها هسه انا راح اشرح لكم شلون هو هذا حكي طويل ولكن النقاط اللي هم بيه هي نقطتين ثلاثة فقط. الانسجن اند ريفليكشن الانسجن اند ريفليكشن زين اهم شيء يكون فار انسجن ثرو البون ثرو البيري اوستيوم للبون يعني انسجن ايده ثابته قويه شارب فرم يعني بضغط تسلط قوي بس تدير بالك انه لا يفلت من ايدك البليده او لا تفلت من ايدك السكالبول انه بتشق اللثه او تشق الشيك لازم تركيز قوي لانه عاده البري اوستيوم يكون شنو اتاش للبون ففرم انسجن يعني بضغط وثبات وما بي ايدك ترجف لازم ما يصير ايدك ترجف بثبات فام انسجن ثرو البريوستيوم للبون يعني هو قصه واحده من حيث الدبث يعني تخلي البليده راسا تطخ البون تحسها انه طخت البون مو بس طخت البون تسوي بعض ضغط اكثر على البون وتسوي انسجن فام انسجن ثرو البريوستيوم للبون هاي اهم نقطه زين وبعدين reflection of full thickness flap بالهورث او periosteal elevator اللي هو نفس الهورث periosteal elevator شايفيه او ما شايفيه reflection of full thickness flap full thickness mucous periosteal flap reflection of full thickness هاي خلوه نقطة مهمة هسه firm incision نقطتين اولا firm incision through periosteal للبون فام انسجن ثرو البريوستيوم للبون و ريفليكشن اوف فول ثيكنس ميوكو بريوستيوم فلاب يعني من يسوي ريفليكشن البريوستيوم ريفليكتد وذ ذا فلاب بريوستيوم ريفليكتد وذ ذا فلاب كله بقطعه واحده سوي لها ريفليكشن اذروايز بخلافه راح تواجه صعوبات جمه اول وحده من عندهم انه الفلاب ويل بي تورن راح يتشقق الفلاب ويتمزق وبعدين راح تواجهك مشكلة صعبة جدا شنو؟ بالسوتشرينج راح تواجهك مشكلة صعبة بالسوتشرينج بينما إذا سويت له ريفليكشن ون بيس الفلاب وبي انتاكت من ترجعه راح يكون سهل جدا والنتائج تكون شنو؟ ممتازة هاي النقطة الثانية واضحة؟ طبعا احنا كنا دارسين انه واحدة من البرنسبلز مال الفلاب انه اذا قاريها او مقاريها انه تكون البيس مال الفلاب وايدر ذان ذا شنو ليش مينتين اني ويت سبلاي عفوا شنو مينتين دوك تو بلاد سبلاي وستريس يعني تصير الاقوى دائما ما يصير فيها تيرنج او شيء البيس دائما البيس تكون شنو وايد الابكس اهم نقطه هي شنو قلنا تو مينتين جود ادكو سبلاي هنا قايل لا والله قايل مو شرط انه الترابيزويدال فلابس ترابيزويدال فلابس يعني البيس اعرض من اللي مثل ما احنا نقول لا هو ده يقول فيرتيكال انسيجنز يعني البيس تساوي الابكس حسب ما يقول دراسة حديثة إنه البيس هي بها صحة يعني هسه أنا أقول لك ليش يقول ال vertical incisions يعني مو مائلة من نسوي مائلة راح نحصل بيس أعرض شنو من الابكس يعني لا ترسم هاي نرسم عليها يعني هذا الانسجن إنه دائما الانسجن هذا يكون مائل هاي التيف خلينا نقول لها تو تيف
زين فراح تكون البيس شنو وايدر وايدر لان ذا ابيكس مو صحيح؟ نعم ونقلبها بعدين هيك نعم حتى قلنا تومنتين ادكوت بلاد سبلاي نعم هو حسب يعني يقول حسب دراسه حديثه هاي تيث خلينا نقول مثلا مولر تيث لا يقول الله يقول هاي طلعها للتصوير لا لا يقول نسوي فيرتيكال انسجنز يعني مو مائلة إيكوال فراح يصير البيس شنو إيكوال طبعاً يقول ليش هذه أفضل من هذه لأنه الريبليسمنت مال الفلاي فعلاً يكون إيزير من هذا نترجع الريبليسمنت مال الفلاي يكون إيزير than this trapezoidal flap ترجع المكان أسهل وراح نحصل على هنا أكو نسبة مال cervical exposure وroot exposure من فريج هنا أكو possibility of cervical margin exposure of the tooth possibility of cervical margin exposure of the tooth possibility of gum recession بهاي النقطة زين هنا لا إنه possibility مال gum recession كم قليلة جدا لأنه يرجع صحيح هي فعلا يرجع بشكل أسهل ويرجع بشكل أدق إلى مكانه فpossibility of gum recession قليلة راح تصير أما شلون نتجاوز البروبلم مال البلاد سبلاي شلون نتجاوزه نحن قلنا هاي فائدة إنه يعطينا دكوت البلاد سبلاي مو صحيح حتى نمنع الفلاف نكروسز زين هنا شلون راح نتجاوز البروبلم نتجاوز البروبلم بشكل بسيط جدا لأنه الأورال كافيتي أورال كافيتي هي area of very rich blood supply يعني هذا البرنسيبل فقط بالأورال كافيتي مو بالأذر بارتس أوف ذا بودي كل الفلابس بالأذر بارتس أوف ذا بودي إنه نتبع هذا البرنسيبل البيس وايدر ذان ذا أبيكس بينما بالأورال كافيتي دائما الأورال كافيتي بيها استثناءات دائما الأورال كافيتي بيها استثناءات ونقاط معاكسة للأذر بارتس أوف ذا بودي دائما في كل النواحي من ضمن هاي الناحية إنه ما تواجهنا المشكلة of blood supply ليش؟ لأن هي rich مو rich وإنما very 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 rich blood supply هي oral cavity oral cavity very very rich blood supply فنقدر نتجاوز هاي النقطة بالمقابل راح نحصل على فائدة مال إنه easy replacement perfect replacement راح نقلل the possibility of gum recession راح نقلل the possibility of cervical line exposure or root exposure after suturing. واضح الأمور؟ هاي كلها هو بهاي الصفحة حاجة عليها. فأكو هاي الفرق بين ال vertical incisions وهذا ال trapezoidal incisions. هو قال حسب دراسة حديثة هذا أفضل وهو صحيح يعني من الناحية فعلا هذا فقط بالأورال كافيتي. طبعا بعدين يقول هسه ورا ما فتحنا السجن سوينا ريفلكشن اوف لاب ريفلكشن اوف فول ثيكنس ميوكوبريوسيال فلاب تمام هسه البيري ابيكال اكسبوجر يعني اكسبوجر اوف ذا روت ابيكس دائما الروت ابيكس اول ما تفتح الفلاب راح تشوفها لانه البون يكون ديزيزد ريزولف ريبليس باي جرانيليشن تيشو يعني البون صار بي ريزوربشن اللي overlying the apex because of the infection صحيح؟ احنا ليش نسوي يعني يكون infection بلا بيكون infection بس تفتح رأسا راح تشوف area of bone perforation قدامك شوية بالكيوريت راح تطلع لك root apex إذا احتاجت توسعها by surgical شنو؟ round bear surgical round bear توسع الـ opening مال البون نقطة مهمة انه Emphysema should be avoided. إذا أردت توسع الـ opening, الـ bone opening, emphysema should be شنو? Avoided. شلون emphysema should be avoided? By avoiding use of air عفية hand pieces. ما تستخدم توربين. لأنه يسوينا شنو? Emphysema. تستخدم الـ hand piece العادية. الـ ordinary hand piece. الـ electrical hand piece. تطلع الروت
expose the apex of the root. زين. بعدين تسوي curation للأريا around the apex root. الأريا around the apex root هي راح تصير cavitated. صحيح. كلها ظل heavy curate إلى أن تحصل على sound bone. clear sound bone. كل اللي granulation tissue تشيله. الروت نفس الروت أبيكس نفس تسوي curation لأن بيه attached granulation tissue. هذا هو الكيوريتاج. واضح النمو. بعدين نسوي root resection. القص الروت أبيكس. ليش دائما هاي نقطة مهمة؟ ليش إنه الأبيكس هي نقصها؟ infection. ليش؟ لسببين. الأبيكس ليش نقصها؟ لسببين. هاي هم خلينا نكتبها. مهمة جدا. يعني root and resection. ليش؟ يعني for what? Because أولا the root end اللي صار القلم شو بدنا؟ الأزرق دكتور الأزرق. يعني؟ الجهة الثانية. الأزرق وحتى الأزرق يمكن يكتب. أولا ليش؟ لأن the root end هي area of poor quality obturation. يعني دائما الـ obturation بالروت اند بالأبيكس يكون of poor quality. ما تقدر تسوي obturation ذو نوعية جيدة وين؟ بالروت اند. لذلك نقصها ونخلص منها. هذا أولا. ثانيا السبب الثاني الروت اند. اي الروت اند هي area شنو of auxiliary canals او accessory canals. دائما ال accessory canals lateral canals اللي ما نقدر نسوي لها obturation وين تتركز؟ تركز بالروت اند. تعمل شلون؟ يعني اولا area of poor quality obturation. ثانيا area of auxiliary or accessory canals. هاي lateral canals. اللي هي lateral canals. اللي ما تقدر تسوي الobturation. فشلون نتجاوز هاي النقطتين هاي المشكلتين؟ تقصها وتخلص منها. صحيح؟ يعني سيرجيكال اند. اي هو هذا احنا يعني هو الروت اند ريسكشن يعني ابسكتومي. نعم هذا الابسكتومي يعني ريسكشن اوف ذا ابيكس. يعني نقدر نقول هذا هم من الانديكيشن. يعني مو هو انت تمشي على المحاضره هو قلت لك هو كل نقاط كل مجموعه نقاط حاطها تحت عنوان. نعم مجموعه نقاط حاطها تحت عنوان انديكيشن. نقاط لوح حاطها امبورتد كونسيدريشن. بعدين نقاط لوح حاطها فاكتورز اوف فيلر وسكسس. فانت كلها لازم تحفظها. كلها لازم تحفظها وتخليها ببالك. مجموعة كلها ضمن الانديكيشن ومجموعة كلها ضمن الكونترا انديكيشن. تقدر تقول مجموعة كلها ضمن الادفانتجز مجموعة كلها ضمن الديسادفانتجز. تفهم شلون؟ هو مجرد حاطة تحت عناوين مختلفة. فاحنا ليش يعني شنو الفائدة اوف روت اند سكشن؟ ليش نسويها؟ ليش نقص الروت يعني؟ لأنه area of poor quality obturation و area of auxiliary canals. هذا هو الابسكتومي يعني اللي root end section. بعدين ورا ما تقصها تسوي root preparation للكافيتي يعني للاريا. يعني ورا ما قصيت الروت بس هذا الروت الاكزيلري انسايزر هسوي له عنده عاده بروسيجر. لا مو عندك خيارين هسه مثلا هذا الماكسيلاري انسايزر مو صحيح؟ مثلا الماكسيلاري انسايزر احنا هذا تقصه قصيته؟ نعم وهذا تشيله الذبه؟ راح. طبعا اول من تقصه راح يصير لك اكسبوجر هوايه
البون اللي وراء. هم كفت قياس في معين يعني حق السنتيمتر أو الشيء ده ما. يعني هو ذاكرة بالكتاب ذاكرة بالمحاضرة ذاكرة في قياس معين يعني مو ونسيا لا يعني 1-3 مليمس 1-3 مليمس ورا ما تقصها راح يصير لك هذا البون الورا كله راح يصير اكسبوز ولا اكسبوز راح يصير لك كيورتيج بسيط تفهم شلون؟ كيورتيج يعني فعال بينما اذا هاي باقي راح تعيقك راح تضطر تفوت الهورث منها ومنها والكيوريت وتسوي كيورتيج للبون المهم ورا ما تقصها راح تبقى لك هاي المنطقة راح تبقى لك هاي المنطقة العينية انت مو قصيتها هيجي راح تبقى لك هاي المنطقة هاي المنطقة تسوي لها preparation هم بالهاند فيس كأنها بتسوي كافيتي for filling تسوي لها preparation زين حتى تخلي بيها الريتروغريد فيلينج هاي without endo هاي without endo يعني هذا ما فاتح له من access opening ولا لا كل شيء مصر هذه تستخدمها بالindications اللي قلناها من اكو اناتوميك او بروبلمز تمنعنا من الاندو مثلا كالسيفايد كانال بلوكت كانال ما تقدر تسوي الاندو تمنعنا اذا اكو ريستريتف كونسيدريشن مثلا هنا نسوي لها كراون زين زارجون كراون شو يصير في الزارجون شلون تفتح بي اكسس اوبن كله صعب لارج فولينج صعب انه اذا شلتها تعوضها مرتين لخ مثلا بلد اب مسوي لها وتريد تسوي لها اندو زين لا صعوبة تشيل هاي فلنج يعني اذا شلتها بعد ما تقدر ترجعها بصعوبة ترجعها وتشوفها حرامات تشيلها ورجع لك اياها مسوي لك بولد اب حلو حرامات انه تشيلها فشو تسوي تستعيض عنها بالابيسكتومي فهمت شلون تفتح تقص الروت تبقى لك هاي الاريا يعني ما تسوي اندو هاي ما بيها اندو ما تسوي اندو هنا بس تقص الروت تسوي هنا فد بريبريشن بعدين تخلي ريتروغريد الريتروغريد فولينج ريتروغريد فولينج واضحه الامور شنو عندنا دكتور هذا الماتيريال هسه يحكي لك طبعا هي اخوياك ماتيريال بس هي قبل كانوا قلت لك استخدمونها من قبل بس هسه اكو ماده جديده يسموها الام تي اي يسموها الام تي اي واضحه طبعا حتى هنا قال نقطه حلوه قال قبل يعني الـ preparation شلون تسوي؟ الـ preparation شلون تسوي؟ قبل كان بالتربين أو بالـ slow speed العفو. slow speed سابقا slow speed specially designed hand pieces. slow speed specially designed hand pieces زي سابقا بس هذا طبعا difficult. الـ rotatory instruments يعني الـ hand pieces زين يكون شغلها صعب. هسا استعاضوا عنها بالالتراسونيك انسترومنتس يعني تشبه الكافيترون شايفين الكافيترون مال البريود نفسه هاي الالتراسونيك انسترومنتس يسوون بيها بريبريشن للاريا اوف ريسكتد روت ابيكس هاي الاريا اوف ريسكتد روت ابيكس يسوون بيها بريبريشن بالالتراسونيك انسترومنتس وراها تسوي ريتروغريد فيلينج اللي هي الحديثه هي الام تي اي ماتيريال MTA mineral trioxide aggregate هذا لازم تحفظوها ال MTA نعم يعني هم أخذناها على الدكتور ما أخذيها تعرفونها ال mineral trioxide aggregate هاي بها فوائد biocompatible عفوا رجعت تعطيني صفات البون يعني هسه بالضبط طبعا ان جنرال يعني ريتروغريد فولينج لازم بيها خصائص معينه ريتروغريد فولينج ان جنرال بيها خصائص لازم اولا شنو ويل سيل تعطينا بيرفكت سيل تلصم سيل يعني شنو يعني تلصم فاولا لازم توفر لنا بيرفكت سيل ثانيا شود بي بايو كومباتبل يعني ويل توليريتد باي ذا تيشو على نقطة خصائصها لازم تحفظوها مهمة جدا. characteristics of the ortho grade. تري مساحة
صار صح كارك اظن بس تكس تقول بتاتش اوف الريترو جراي فولينج هاي مهمة كاركترستكس اولا قلنا شنو should provide seal adequate seal perfect seal perfect. اولا perfect seal مالت من سيل وين للابيكال اريا عفوا للابيكال اريا هاي اولا ثانيا شنو قلنا biocompatible يعني well tolerated my tissues ثالثا minimally affected by moisture. Minimally affected by moisture. يعني المنطقة رطبة. Blood, bleeding, liquids. Minimally. بعد منهم تعتبر حفاظ. لا الحمد لله. Minimally affected by moisture. طيب أنت هي الحبة رطوبة أصلاً يعني عادية. عفوا. ورابعاً. المهمة النقطة الرابعة شنو؟ إنه عفوا راديوغرافيكالي شنو؟ appearance راديوغرافيكالي إنه تكون visible راديوغرافيكالي visible صحيح يعني من تأخذ X-ray post-operatively تريد تتأكد أشوف الصار ما صار موجودة لا radiographically visible هاي أربع نقاط مهمة للكاركترستيك فيتشرز of retrograde filling لازم تحفظوها هاي مهمة جدا زين مثل ما بالضبط هاي هي بالنسبة للMTA بها فائدة خاصة إنه enhanced bone formation بالنسبة للMTA هذا الMTA كل هاي النقاط بها زائدة إنه تعطينا شنو إنهانس بون فورميشن يعني هي إحنا مش النبون وكيوريت هذا الباثوجينيسيس بون الباثوجينيك بون باثولوجيكال بون كلنا شنو صارت كافيتي بالبون وراح يرجع طبعاً يصير نورمال بون فورميشن راح يتكون فهي الMTA إنهانس بون فورميشن إنهانس بون فورميشن وبالتالي شنو إنهانس هاي سكسس ريت تذكرون من قلنا السكسس انه وحده اذا شفنا اكو بون فورميشن معناته شنو؟ يعني سكسس اذا شفنا ماكو بون فورميشن معناته شنو؟ معناته فايده ومعناته انه بما انه انهانس البون فورميشن معناته هاي سكسس ريت ريت يعني اريدكم هيك تربطون المعلومات لان هي كلها معلومات خاصه بهاي المحاضره كلها معلومات متكررة متداخلة بس أريدكم أنتوا تربطوها لأنه أحيانا تيجي الـMCQ تخدع أو تدوخ يعني مثلا يقول لك هي الـMTA ما مكتوب بالمهم يعني إذا يجي واحد دارخها للمحاضرة درخ بدون فهم أو بدون ربط يقول لك الـMTA بها High Success Rate هو يجوز هو إذا دارخ أنه ما قاري هنا High Success Rate يجوز يكتب غلط بس بما انه هي enhanced bone formation وبما انه قلنا احنا بالسكسس انه تشوف اكو bone formation اذا بالاستعاضة شنو؟ اكيد سكسس فاريكم شوية يعني تربطون المعلومات زين ورا ما خليت الـ MTA وكملت تسوي flap replacement وsuturing زين احنا قلنا الـ flap replacement وsuturing يكون easier bone وين؟ in vertical incision بالتأمين فلاب of vertical incisions يكون replacement easier والpossibility of gamma incision أقل زين والpossibility of cervical margin exposure root exposure أيضا شنو أقل فهذه كلها نستفاد منها and we can overpass or overcome the problem of a blood supply yes because the oral cavity has a very rich blood supply فقط بالأورال كافيتي نقدر نستفاد من هاي الشغلة. هذا أيضا من إنه ريبليسمنت راح يكون سوتشرينج without tension. هنا أحيانا
تضطر تسوي اندرماينينج اضافي حتى تتخلص من التنشن، يعني تضطر تجر الافلام بقوه الى ان تخيطه ويصير سوتشر اندر تنشن. يصير سوتشر اندر تنشن شوي هاي فالنقطه غير جيده لانه انكريس ذا بوسيبيليتي اوف ووند ديسس. بالضبط كل هاي هنا تجاوزها وهاي التايب اوف فلاب. طبعا قبل ما تسوي قبل ما تخيط كلينز ذا اريا، تنظف الاريا باي نورمال سلايم، ريموف دبريز، ريموف اكسس فورنج ماتيريال، ريموف انفكتد تيشوز، ريموف بلاد كلوتس، ريموف الهيموريج، كلها بال كلينزينج بالاريجيشن اوف نورمال سلايم، ريموف دبريز، ريموف انفكتد تيشوز، ريموف اكسس فورنج ماتيريال، ريموف هيموريج، ريموف بلاد كلوتس. ترجع الفلاب باي هاند، بريشر الفلاب باي فينجر قبل ما تخيط ايضا حتى تطلع شنو تو ريموف اني هيموريج اني اوزينج اني اكزودات، كل هذه تنظفها وتسوي شنو سوتشرين. طبعا السوتشرين عندنا عده تكنيكات من السوتشرين، هو النورمال انتربتد سوتشرين، عندنا الفيرتيكال ماتريس، عندنا الهوريزونتال ماتريس. المهم يكون السوتشرين تكنيك كوركت. انستركشنز تطلع للبيشنز نفس تقريبا الانستركشنز مال اكستراكشن نفسها، انه طبعا الانستركشنز مهمه انه شنو فائدتها. اول شيء مينيمايز الانزايتي، تقلل الانزايتي. مثلا المريض يرجع اذا صار عنده اديما، اذا صار عنده سوولينج قد يخاف، فتعطي انه يسموها ري اشورنس. ري اشورنس يعني تطمين المريض، تطمنه تقول له الامور زينه. نفس الانستركشنز اللي هي كولد درينكس، يبتعد عن الهوت درينكس، يبتعد سوفت دايت بالضبط. على الاذر سايد ياكل، وكذلك good oral hygiene، good brushing، good brushing except the area of surgery. oral hygiene أيضا مهمة بالكلورهكسيدين ماوثواش. طبعا تعطي analgesics وانتيبايتك أكيد. وبعدين تقول له إنه المريض، تقول له possibility of edema swelling هذا طبيعية لأنه إحنا شلنا بون، كل surgery بيها أديمة وقد يطلع اوزنج اوف بلاد، يقول له ايضا لا تقلق. زين وتاكد على المريض انه اذا صار سيفير بين او سيفير فاست سوالينج انه يراجعك مباشره حتى تشوف شنو الكوز. هذا هو بالنسبه للانستركشنز. اوكي سيرجيكال ريموفال طبعا اوف سوتشر، عفوا سوتشر ريموفال. سوتشر ريموفال هو من 5 to 7 days، من 5 to 7 days. بس عادة إحنا اللي نعرفه إنه بالميوكوزا السوتشر ريموفال should be after 7 days، should be after 7 days. بالسكين يعني تريد مثلا اشتغل تكسر غرضي السوتشر ريموفال 5 days، يعني healing مال السكين أسرع. After 3 days you can examine the patient to make sure that healing is progressing well or not. يعني healing يبدي شوف وين يصير healing هو after 3 days، يعني for checking after 3 days تقول المريض تعال راجعني دا شوف عندك healing لو ما عندك. هذا خلاص السوتشر ريموفال. بعدين يقول to perform biopsy or not. طبعا هذا أهم شيء، يعني ما له داعي ابدا انه هو granulation tissue شنو تدز biopsy. هو دا يقولها controversial area، كونترافيرزال يعني كونترافيرزال عفوا كويستشن او كونترافيرزال ماتر، مسألة يعني تقبل صح، يعني تقبل الرأي انه ماكو داعي تدز بايبسي شنو هو انفكشن يقلق اكثر، يعني المريض يقلق اكثر. بالضبط المريض يقلق اكثر. بس هو دا يقول اعتبارا على فد مؤسسة يعني امريكية ما اعرف شنو هي انستيتيوت اوف اندودونتكس او فيدريشن اوف امريكان اندودونتكس، يعني الجمعية الامريكية لحشرات الجذور، انه توصي بالبايبسي هاي الفيدريشن. طبعا هاي احنا هسه عايشين بالعراق وعايشين بالامريكا،
يعني يقول مع ذلك اكو جايد لاينز يعني فد خطوط معينه او ستاندردز نقدر نتبعها للهيستولوجيكال اكزامينيشن. انه اهم وحده من عندها انه اكو فاميلي هيستوري اوف مالينسي عده نقاط وكلها هي يعني فد نقاط باهته بصراحه، بس اهم وحده شفتها ذو قيمه انه هيستوري اوف مالينسي بالفاميلي. اذا الفاميلي مال البيشنت اللي هيستوري مالينسي بالاورال كافيتي، طبعا history of malignancy بالأورال كافيتي، يعني هذه you can send biopsy or perform biopsy for reassurance not more than. هاي واحدة زين يعني ماكو بعد هذا ماكو أي شيء مهم، بس أكو في شغلتين ذاكرها أنه للتطور وللبحوث المستقبلية. أي قايل أكو طبعا هذا بعيدة عنه تماما. اكو مايكرو سيرجيكال تكنيك موجود هذا بالعراق، المايكروسكوب شايفين او سامعين به موجود يعني حتى العيادات به، انه مايكروسكوب عادي بيرفورم يعني يو كان بيرفورم اندو نورمال اندو باي مايكروسكوب اندر مايكروسكوب اكو يعني بالعيادات شايفين يعني مجهر تسوي به اندو العاديه بس مجرد الرؤيه. اي طبعا يعني الكنال اللي انت تشوفه راس دمبوس يعني هاي بالمولر تيث بالبوستيرير تيث الكنال اللي تشوفه راس دمبوس بالمجهر تشوفه الكبرى. نعم فطبعا هذه جود فيجن جود اكسسبيليتي راح اسوي ديبرايمنت مضبوط انسترومنتيشن موجوده هاي عندنا يعني اكو كثير من العيادات بيها مايكروسكوب، فنفس الشيء تقدر تسوي اندودونتك سيرجري باي مايكروسكوب. نعم هاي واحده. والنقطه الثانيه انه فايبرو اوبتكس هاي زحمه شوية ما عندنا هنا بالعراق، يعني بالناظور فايبر اوبتكس او بالالياف البصرية اللي هو ناظور يعني يعني في الطريقة تشبه عمليات جراحية القصف اي ناظور يعني ناظور اندوسكوب يعني شلون رفع المرارة بالناظور نفس الشيء. هسه احنا هنا وين هسه احنا متين بالمظاهرات وما نعرف ايش راح يصير بالناظور واندودونتك سيرجري بالناظور يعني شوية زحمة، بس هي هذه من ضمن البحوث والتطورات المستقبلية موجودة. اكو نقطتين قايل الجايد تيشو ريجنريشن بالبون اوجمنتيشن. البون اوجمنتيشن احيانا اذا سويت كيوريشن او لارج ليجن يعني هذا مثلا لارج ليجن هنا لارج بوني ليجن فسويت كيوريشن فصارت لارج بون كافيتي يعني صار لارج بون كافيتي واش نعرف يعني واش البون ايش تعمل بالضبط طبعا يعني قد السبورت للتوث يقل احيانا النيبرنج تيث ايضا راح يوصل يعني هي ما تصير موبايل بس يعني كفكره انه تسوي بون اوجمنتيشن تخلي بون اوجمنتيشن طبعا اللي هو سنثيتك بون يعني كريستلز اي يعني سنثيتك بون يعني مو كريستلز سنثيتك بون يعني مثل الباودر اللي هو سنثيتك بون صناعي خليه بهاي الكافيتي وهذا طبعا حتى ليس بريزوربشن قبل ما تخلي ترجع الفلاب عليه تخلي ممبرن يسموه فد نوع من انواع الممبرن حتى يعزلها عن الفلاب حتى لا يصير بون ريزوربشن حتى لا هذا السنثيتك بون ليس بريزوربشن تغطيه ممبران سنثيتك ممبران يسموه guided فهاي العملية كلها يسموها guided tissue regeneration تخلي سنثيتك بون وتغطيه ممبران حتى to protect the synthetic bone from resorption تغطيه ممبران وبعدين طبعا الممبران هذا مؤقت هم راح يصير بعد فترة يصير بي resorption يعني يروح وبعدين تغطيه بالفلاب فهاي العمليه كلها يسموها guided tissue regeneration after bone augmentation. واضح الامور؟ وشكرا جزيلا. خلصت المحاضره ان شاء الله. طبعا هي محاضره طويله وبها حكي هوايه كلش، بس انا يعني حاولت انه اركز لكم على النقاط المهمه والاساسيه اللي بيها. حاولت يعني اوصل لكم الافكار الرئيسيه اللي بيها. إن شاء الله تستفادون منها. شكرا جزيلا. شكرا دكتور.